هنيئا علينا كاملين، وهنيئا للفريق الوطني المغربي، فوز مستحق هنا في الدار البيضاء. شفنا واحد المجموعه متفاهمه، وشفنا واحد لا تكتيكيه تي ميزون بلاس بار لو كوتش مزيانه. دونك الريزولتا الحمد لله تيمكننا باش نتاهلوا نمشيو لقطر. هذا هو المهم، وهذا هو اللي خصو اللي نشدوا ونعقلوا عليه. ولكن هذا ما يمنعش باش من هنا المشاركه ديالنا ان شاء الله. شي حوايجات اخرين مازال خصهم يتقادوا، وان شاء الله الخير ماشي. الحقيقه فرحه كبيره وجات من بعد تخوف كبير، من بعد لقاء الذهاب اللي عانى فيه يعني بشكل كبير المنتخب المغربي. لكن اليوم ظهر منتخب كبير، منتخب اللي ربما خلانا يعني نتبعوا المباراه وحنا مرتاحين، لان دائما انا بالنسبه لي شخصيا كتكون معاناه نفسيه كبيره في مباريات المنتخب، رغم هاد السنين كلها ورغم هاد التجربه. الحمد لله اليوم كان هاد التاهل. اليوم طويو صفحه الاقصائيات، ون يعني نركزوا على ما هو قادم، التحضير للمونديال. كاين عمليه اجراء قرعه المونديال يوم الجمعه، وغنعرفوا راسنا مع من غنطيحوا، ونحضروا يعني شي منتخب اللي يمشي لابعد نقطه ويحقق ربما احسن مشاركه في تاريخ المغرب في المونديال. عادل الرحموني صحفي رياضي. اولا كنشكر القناه لودوز العربيه على الاستضافه، وكذلك على تغطيتها للمباراه الفاصله والحاسمه لاسود الاطلس الذين التهموا اليوم وزاروا اربع مرات على ارضيه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. التهموا فهود الكونغو الديمقراطيه. ليس بالسهل ان تفوز على منتخب الكونغو الديمقراطيه باربعه لواحد. يعني اليوم اتضح لان المنتخب الوطني لعب بتشكيله ممتازه، لعب بتلاحم تآزر، جمل تكتيكيه شفناها اليوم. هذه اجمل مباراه قدمها اسود الاطلس في تاريخ تولي وحيد. 6 انتصارات في دور المجموعات، تعادل في دور الذهاب في كينشاسا، وانتصار السابع اليوم في مشوار ديال كاس العالم. المنتخب الوطني غادي يكون متواجد للمره الثانيه على التوالي بكاس العالم بعد روسيا 2018، قطر 2022، والسادسه في تاريخ المشوار ديالو. هنيئا للشعب المغربي، هنيئا لكل من ازر المنتخب الوطني على تاهله الى كاس العالم، وشكرا للجميع. هو تاهل تاريخي للعناصر الوطنيه من قلب مدينه الدار البيضاء، كان مستوى جد عالي. شفنا لاعبين للاداء ديالهم كان في مستوى كبير صراحه. عز الدين اناحي كيبقى من افضل اللاعبين، صحيح اللاعبين كاملين كانوا في المستوى، لكن كيبقى عز الدين اناحي لاعب اللي اكتشفناه في هذه المباراه هذه. كنظن بان اليوم الى غادي نتكلموا على بزاف ديال الامور، غادي نتكلموا على فاهد والبقاء ديالو مع المنتخب غادي يبقى ولا لا، لان صراحه كانوا بزاف ديال الاخطاء في المسار ديالو مع المنتخب الوطني، وكنا كنفضلوا باش ما يكونش تشويش حتى النهايه ديال هذه المباراه هذه. الان غادي نرتاح واحد شويه حنا كاعلاميين، وغادي نكشفوا بزاف ديال الامور. حد موفق المنتخب الوطني في باقي الاستحقاقات، تاهل غيبقى تاريخي من مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للمباراه المنتخب المغربي فكانت ليله تاريخيه اليوم، شفنا من ناحيه اداء اللاعبين سواء من ناحيه الجمهور اللي اكد على انه دائما رقم واحد في المنتخب الوطني المغربي. فالمنتخب الوطني او اسود الاطلس اليوم قدروا انهم يضمنوا التاهل للمره السادسه على السادسه في تاريخهم، والمره الثانيه على التوالي المونديال. وهذا في حد ذاته ماشي انجاز، لانه المنتخب الوطني كنعرفوا انهم تعود على انهم يكون في مثل هذه التظاهرات الكبيره. فكنطمحوا ان شاء الله من نشاركوا من هنا مونديال قطر في شهر نوفمبر او ديسمبر، فنقدموا اداء احسن، ولما لا ندوزوا لربع النهايه او نصف النهايه. فما بغيناش نبقاو نلعبوا غير في دور المجموعات، لذلك فالمنتخب الوطني كنظن انه غيكون الان في الطريق الصحيح، خاصه الى تم تدعيم الفريق باللاعبين المغضوب عليهم او الذين تم استثنائهم من طرف وحيد خالد الوزيج. اليوم المنتخب الوطني يعني حقق واحد التاهل عن جداره واستحقاق، اداء ونتيجه كان في المستوى على جميع الخطوط، بجميع سواء تكتيكيا تقنيا الحضور الذهني ديال اللاعبين. صراحه كنبغي نهنئ جميع اللاعبين، كل واحد الاسم ديالو، الطاقم التقني ايضا. اليوم كانت اختيارات يعني بنسبه 100% صائبه، النتيجه كانت جد مقنعه، ما خليناش فرصه للمنتخب المنافس على انه ياخذ الايقاع ديالو ويحاول انه يفاجئنا. وهذه هي الخطه المثاليه اللي كان خاص المنتخب الوطني يبدا بها، هي انه هو يكون المبادر، هو ياخذ المبادره ويحاول يسجل مبكرا باش ما يخليش المنافس فرصه في انه يرجع في النتيجه. الحمد لله الجمهور
ما ننساش الجمهور يعني صراحه كان عنده دور كبير، فكيقولوا انه اللاعب رقم 12 وربما في هذه المباراه كان اللاعب رقم واحد، لانه يعني يقدم واحد السند كبير للاعبين، دفعهم، حفزهم في الضوء يعني في الفترات الصعبه اللي مر منها المنتخب الوطني. فهذا تاهل مستحق، تاهل السادس لكره القدم الوطنيه المونديال الثاني على التوالي، انجاز كبير. حضور ديال المغرب في اول مونديال يقام على اراضي عربيه يعني كان خاصو يكون ضروري، ما يمكنش نغيبوا على دوره بحال هذه. فاللي كنتمنى الان ان شاء الله اننا نستعدوا ونهيئوا منتخب اللي قوي ويكون قادر على انه يشرف كره القدم المغربيه والعربيه في هذا المونديال الاستثنائي.